السلام عليكم من جديد، صباح الخير عليكم. يوم جديد في حياتنا، ربنا يجعل يوم سعيد على الجميع. النهاردة هنتكلم عن موضوع سريع، الناس كانت طلبته، نبات جميل، نبات سهل الرعاية، سهل الإكسار، ملوش متطلبات معينة، مفترش، شكله جميل، ظاهرته رائعة. النهاردة هنتكلم عن البرتيولاكا. البرتيولاكا أو البرتيولاكا جراندي فلورا، ده الاسم العلمي ليها. طبعا يطلق عليها أسماء كتير، منها الموز موز، وردة زهرة الصباح، صباح الخير، رجلة الزهور، أو بقلة، أو بقلة الزهور. إنما هو اسمها العلمي البرتيولاكا، تمام. في ناس بتسميها وردة اللي هو الإليفن كلوك روز، يعني عشان بتفتح مثلا على الساعة 10-11 صباحا عند ملامسة أشعة الشمس ليها، بتفتح بتبقى بالشكل الرائع ده زي ما حضراتكم شايفين. نبات جميل، نبات رائع. طبعا هو من جنس العائلة، أو يصنف من العائلة الرجلية، زي اللي هي الرجلة البلدي اللي احنا بتطلع معانا في الزرع كتير دي. طبعا العائلة الرجلية هي كأكتر أحد العائلات النباتية انتشارا في العالم كله، بحيث ان هي منتشرة في الخمس قارات، وبتطلع في أي تربة وبسهولة جدا، وبتطلع بشكل يعني ايه، حتى بيسموها نبات غازي. يعني ايه نبات غازي؟ يعني بيغزو المكان ويغزو التربة وينتشر بسرعة وبطريقة غير مرغوب فيها في بعض الأحيان. وطبعا زي ما قلنا هي العائلة الرجلية منتشرة انتشار واسع على مستوى العالم، على مستوى الخمس قارات، وبطريقة غير مرغوب فيها في معظم النباتات. إلا أن هناك بعض النباتات اللي ذات ظهور جميلة بتستخدم، دخل في مجال التزيين والتزيين الحدائق وكده، زي الزهرة اللي معانا النهاردة، وهي البرتيولاكا جراندي فلورا. الصنف ده يعتبر نبات زينة جميل، سهل الرعاية، سهل الإكثار، متحمل حاجات كتير زي ما هنشوف مع بعض في خلال هذه الحلقة على السريع كده بأمر الله. النبات موطنه الأصلي الأرجنتين والبرازيل والأوروغواي، يعني بيبقى هو من النباتات اللي كانت متوطنة ومستوطنة هذه المناطق. وقلنا معروف برضك ان هو موجود في بعض الدول الاوروبية، وقلنا ان هو بيسمى باسامي كتير تختلف من بلد للتانية، لكن الاسم اللاتيني العلمي ليه عشان اللي عايز يعمل سيرش على جوجل، برتيولاكا جراندي فلورا. هو نبات حولي صيفي، قد يكون معمر في بعض الاحيان، وعلى حسب المكان المتواجد فيه اذا كان فيه شمس او لا، قد يمتد بيه ويمتد معاك ويصبح معنا. إنما هو نبات يصنف إنه هو نبات صيفي حول. ساقه أسطوانية، غضة مدادة زي ما حكوا شايفين كده، مدادة، شعرية الملمس، يصل ارتفاعه ساعات من 15-30 سنتيمتر، والأوراق بتكون متبادلة غالبا ومتبعترة على الساق سلمية، متقابلة سلمية، لحمية سميكة زي ما حضراتكم شايفين معانا. نهايات لحمية سميكة الورقة، ودي طبعا الورقة تختلف عن الرجل العادية اللي احنا بنلاقيها، اللي هي الرجل البلدي، تبقى الأوراق شبه بيضاوية في بعض الأحيان، تمام. نهاية الساق فيها انتفاخ، والانتفاخ ده هو اللي بيبرعم وبيطلع منه الزهرة، فالزهرة بتكون على أطراف الساق في الغالب، يبقى أزهاره بتخرج على أطراف الساق في الغالب. ورجعنا لكم تاني مع بعض ونكمل الوصف النباتي ليه. نقول ان هو دائم الخضرة، وقلنا اوراقه يعني ذات سماكة ولحمية، ملساء ناعمة، اسطوانية،
متبادلة على الساق، الساق بنهاية منتفخة، مزهر مزهر، ظهرته بالشكل الرائع ده جميلة، ألوان مختلفة، منها البينك ده، منها الروز، منها الأصفر، منها الأورنج، في منها أبيض، في منها ألوان كتير متعددة الألوان. وقلنا بتختلف عن الرجلة البلدي اللي هي ذات أو بيسموها الرجلة الحمقاء. حمقاء ليه؟ عشان بتطلع في أي وقت وفي أي حتة وبشكل مبالغ فيه، وبشكل ساعات بيضايق المزارع أو بيضايق المربي في المنزل أو في الحديقة، فهي عشان كده بيسموها الرجلة الحمقاء. النبات بيحب الشمس، الشمس مهمة ليه عشان يظهر، كلما كانت الشمس عليه أكتر كلما ساعدت على الازدهار والاخضرار والتزهير. وهي طبعا صالحة للزراعة في الحديقة كنبات متدلي أو زاحف أو كمغطي تربة، وتستعمل كثيرا في تنسيق الحدائق الصخرية، لأن النبات متحمل للملوحة، للجفاف، للرطوبة، للحرارة، نبات متحمل لكل شيء، يزرع في جميع أنواع الترب، ويكفي أن هو بيبقى شكله جميل ومفترش. فهو بصراحة نبات يعتبر مميز، لأنه مش متطلب عناية كبيرة ولا متطلب حاجات معينة للرعاية، هو بيرضى بالقليل وعايش زي الفل. عندنا طبعا بيزرع في عادي في قصيص زي ما انا زرعه في حوض هنا كده، هو مفترش وما شاء الله كده، وبيتدلى بقى هيتدلى منه. المشكله الوحيده ان العصافير ما شاء الله بتعشقه، فالعصافير عامله قلق جامد جدا جدا. نبات جميل بيبقى شكله حلو على البلكونات وعلى الشبابيك، لازم الناس تديله حقه شويه، وفي ناس كتير عارفاه وبتحبه وبتهتم بزراعته. العناية بيه ما بتطلبش عناية كتيرة زي ما قلنا، هو بتطلب أقل القليل، بيتحمل جفاف حرارة شديدة، قلنا بيتحمل ملوحة. أهم حاجة تنظم الري، دي عن مع أي نبات في الدنيا تنظم الري، الري لا يكون يعني غزير فتغرقه، لا يكون مثلا إيه برضك غير منتظم فتأذيه. الري اهم حاجة في النبات يا جماعة، الري الري الري. وطبعا على حسب الموسم، الصيف الصيف يبقى الري اكتر، الشتاء يبقى الري اقل، كل حاجة ليها حاجة، او كل لكل مقام مقال. واهم شيء خالص وانت بترش او بتسقي، ما تجيبش مية على الزهر، لان النبات ده بالذات لو رشيت الزهر او المية جت على الزهر ممكن يتلف منك والزهرة تقفل وتموت. هنتكلم عن التسميد بقى. برضك التسميد هو عادي يترش ان بي كي عادي مع بقيه النباتات، زي النباتات التانية المزرعه جنبه، زي الفيلم، زي عندنا الياسمين هناك، الياسمين التركي جميل كده ما شاء الله، تمام. فهو النبات بيسمد عادي، لكن هو يكفي النبات، مش محتاج تسميد كتير، هو يكفي النبات ان هو يسمد مره واحده بسماد عضوي، او التربه تكون غنيه بالسماد العضوي اللي بيتحط طبعا في فترة الشتاء، الخريف والشتاء. وعلى كده هو بيديك ويديك يعني انتاج زهور بغزارة وبشكل رائع وجميل. هنقول مثلا ان النبات دوت بيزرع، نتكلم عن الاكسار، بيزرع عن طريق البذور، تبقى بذور لونها اسود. بذوره معروفة ان هي ذات حيوية عالية. يعني ايه حيوية عالية؟ يعني ممكن تقعد فترة كبيرة عندها الخصوبة والقدرة الكافية على الانبات، لدرجة ان في بعض علماء النباتات بيقولوا ان هي بذور بتقعد ممكن 20 سنة صالحة للانبات. وممكن ليه استخدامات، النقطة اللي الناس قالتنا عنها كتير وبأكد عليها، اقول يا جماعة انا مش راجل خبير في الاعشاب، ما اقدرش يعني انصح بان ناكل زرعة زي كدية او نغليها ونشرب ميتها او كلام من ده، يعني ما اقدرش افتي ولا اقول لك الكلام ده. يعني انا كشخصي انا بستخدمه نبات زينة، شكله حلو، يجلب الفراشات وبيجلب النحل لانه بيستخدم فيه المناحل، تمام، دي معلومة تانية برضه، بيستخدم في المناحل لتربية النحل وكده. فانا ما اقدرش اقول احنا نغلي ونشرب ميته وكلام من ده، انما انا هقول للناس اللي سألت ان هو ليه استخدامات طبية كويسة.
فخلينا نقول مع بعض فوائد نبات الرجلة أو رجلة الزهور. هي عموما على فكرة عائلة رجلية يعني، وده بما انه صنف من اصنافها او نوع من انواعها فهو بيشترك معهم في الفوائد ديت. لكن انا امام الله اخلي مسؤوليتي عن اي حاجه طبيه لاي حاجه انا بتعامل مع ده نبات زينه ايا كان ليه استخدام طبيه ايه، انا ماليش فيه، ما اقدرش افيد حد اقول له عندك مغص تشرب مش عارف ايه. في حاجات مسلم بيها وعايشين عليها بقالنا مئات السنين زي النعناع، كراويه، اللي هي الحاجات العشبيه بقى اللي معروفه عند العطارين دي، خلاص اوكي وناس جربتها بدل من مره 1000 مره فما حصلش منها مشاكل. فخلينا نذكر مع بعض على السريع فوائد نبات الرجلة الطبية. هنقول غني بالبيتا كاروتين، وهو أكثر المواد التي تساعد على تقوية المناعة وخاصة مرضى سرطان الدم والرئة، كما يحتوي على فيتامين ألف بيعمل على تقوية النظر، يقوم بضبط ارتفاع ضغط الدم، ويستخدم أيضا كطارد للديدان في المعدة والأمعاء، وبيعمل على تنظيم الجهاز الهضمي، كمان بيستخدم قلنا كمقوي للقلب. طيب ماشي الكلام ده جميل، بنستخدمه ازاي؟ يا اما في ناس بتستخدم بذوره مباشرة، يا اما في ناس بتاخد الساق ديت وتهرسها وتغليها في مية او بتاكلها على الاكل، وفي ناس بقولنا زي ما قلنا بتغلي المية وبتشرب المية بتاعتها زي الشاي كده. لكن التحذير الواجب عنه، وانا ببحث عن النبات وعن استخداماته وعن قصته الطويله العريضه دي، ان النبات ده غني جدا بحامض اسمه الاوكساليك اسيد، والاوكساليك اسيد ده لو زاد في الدم بيؤدي الى اجهاض الحوامل، كما انه سامي جدا، بيبقى الجسم محتاج منه نسب حاجات يعني تكاد لا تذكر. فالله يبارك لكم. أبشدد وبأكد على موضوع الاستخدام الطبي عشان الناس اللي كانت سألتني من الناحية الطبية، أنا لا أملك أن أنا أقول لك استخدمه من الناحية الطبية. ده نبات زينة جميل مفترش رائع، زهرته جميلة بالشكل ده، هو نبات تحفة ما شاء الله، جميل بيديك منظر، يديك رونق، يديك شكل جميل. أكتر من كده أنا مش مستخدمه، أنا لا أكلته ولا شربته، الأمانة تقتضي أن أنا أقول كده. في حد متخصص في الأعشاب في النباتات الطبية الكلام من ده يقدر يفيدنا، يبقى ربنا يجازيه خير، يأكد لنا معلومة في كومنت، يبقى ربنا يجازيه خير ويبارك له في عمره. وإن شاء الله أتمنى تكون الحلقة بسيطة ولمينا فيها موضوع البرديولاكا جراندي فلورا أو نبتة زهرة صباح الخير أو الموز موس او الليفين كلوك روز، كلها اسامي كتير لنفس المسمى برتيولاكا جراندي فلورا. ولو ما تنسوش اللي لسه ما اشتركش في القناه يا ريت يشترك، دعم لينا واللايك والشير خلي الكل يستفيد. دمتم في امان الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.